السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنشرح إن شاء الله الحصة الثالثة في الجينيتكس. نفكر بعض كده، احنا خدنا ايه أول حصة؟ الحصة الأولانية اتكلمنا عن الحامض النووي، وقلنا سميته نووي لأنه بيوجد داخل النواة، والحامض النووي ده كان يا إما دي إن إيه يا إما آر إن إيه. بعد كده اتكلمنا الحامض النووي ده بيتكون من إيه؟ قلت لك سلسلة طويلة من وحدات صغيرة ومتكررة، كل وحدة من دول اسمها ايه؟ قلت لك نيوكليوتايد. طيب خدنا تركيب النيوكليوتايد، قلت علشان اقول على حاجة نيوكليوتايد لازم تتكون من 3 حاجات. الحاجة الاولانية سكر خماسي، سكر خماسي، سكر يعني شجر، خماسي يعني بنتوز، فالسكر الخماسي اللي هو البنتوز شجر. والسكر الخماسي ده ممكن يكون ريبوز او ممكن يكون داي اوكسي ريبوز. طيب ريبوز ده انا في الار ان ايه، وداي اوكسي ريبوز ده لو انا في الدي ان ايه. طيب جميل. الحاجة التانية انه لازم يكون معايا قاعدة نيتروجينية، وقلت لك ان القاعدة النيتروجينية قد تكون بيورين او بيريميدين. البيورين اللي هما الأدينين والجوانين، والبيراميدين اللي هما كانوا كلمة قط، السي سيتوزين واليويراسيل والتي سيامين. طيب حيث أن السيامين كانت فقط وحصريا فين؟ التي كانت فقط وحصريا في الدي ان ايه، واليوراسيل اليو دي فقط وحصريا في الار ان ايه. وكده اقدر اقول ان انا معايا مدام سكر والقاعده النيتروجينيه، كده يبقى انا اقول عليه نيوكلوزايد. نيوكلوزايد اقول عليه نيوكلوتايد امتى؟ لما احط له مجموعه فوسفيت واحده او اتنين او تلاته. يبقى النيوكلوتايد بتتكون من 3 حاجات: سكر خماسي، قاعده نيتروجينيه، ولازم يكون على الاقل فيه مجموعه فوسفيت. طيب خدنا الحصه اللي بعدها اللي هي وظائف النيوكليوتايد. وظائف النيوكليوتايد تعال كده راجع لك عليها كده، كنا بنجمعهم في كلمه ايه؟ في كلمه بسنت. كان في بنت جميله اسمها بسنت، قلت لك السؤال ده بيجي في اخر السنه في امتحان الريتن، سؤال شهير يقول له اكتب لي عن وظائف النيوكليوتايد. يجي لك السؤال اكتب لي عن وظائف النيوكليوتايد، افتكر دكتور اشرف وبيقول لك كان في بنت جميله اسمها بسنت، وبسنت دي سكر. طيب بص كده على التحشيشة، بسنت دي سكر، وظائف النيوكليوتايد. يبقى البي تفكرك بان النيوكليوتايد كانت البيلدنج بلوك للدي ان ايه والار ان ايه، الوحدة البنائية للدي ان ايه والار ان ايه. حرف الايه فكرك باكت از، تشتغل ك، تشتغل كايه؟ بسنت دي سكر. يبقى دي تفكرك بكلمة دونر، معطية. هتدي ايه النيوكليوتايد؟ قلتلك ممكن تدي مجموعات كيميائية زي الميثايل وزي السلفر. طب مين الحاجة اللي بتدي ميثايل اللي اخرها ام؟ السام. طيب مين اللي بيدي السلفر اللي اخره الاس اللي هو البابس؟ طيب بسنت دي سكر الاس، يبقى الاس سكند ماسنجر، يبقى النيوكليوتايد بتدخل في تركيب السكند ماسنجر زي السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي، وشرحناهم بالتفصيل. طيب حرف السي تفكرك بكارير، زي ايه؟ زي كان عندنا سكر الجلوكوز ده اهو، كنت ممكن اصنع منه الجلايكوجين، وكان عندي مادتين تانيين كمان الكولين والايثانولامين. كولين وايثانولامين دول كانوا بيصنعهم ايه؟ يخشوا في تصنيع الفوسفوليبيد. ولكن اي حاجه من دول سواء الجلوكوز سواء الكولين سواء الايثانول امين، قلت لك دي بتبقى مركبات خامله غير نشطه، ما تقدرش تدخل في التفاعلات. يعني الجلوكوز لوحده كده اهو ما يقدرش يدخل يتحول لجلايكوجين، لازم انشطه. انشطه ازاي؟ اشيله على حامل. مين هو الحامل؟ النيكروتايد اللي معايا اللي في حاله الجلوكوز اسمها ايه؟ يو دي بي، لا يوريدين داي فوسفيت، فيبقى كله على بعضه كده اسمه يو دي بي جلوكوز.
لما كله يبقى يو دي بي جلوكوز ساعتها يقدر يدخل في تصنيع الجلايكوج. كذلك الكولين والإسنرامين لوحدهم ما يعرفوش، ولكن سي دي بي كولين يقدر يصنع فوسفوليبيد، سي دي بي إسنولامين يقدر يصنع فوسفوليبيد. طيب جميل، كده قلنا بسنت دي ايه؟ سكر. وقفنا عند السي، فاضل الار. الار تفكرك بريجوليشن اوف الميتابوليك رياكشن، تنظيم تفاعلات الميتابوليزم. طيب نرجع لبسنت الجميله، حرف الاس كان هيفكرك ب سينثيتك بيز انالوج، سينثيتك بيز انالوج. قلت لك عايز كلمتين، ان انا عندي قاعده بيز انالوج مشابهه للهايبوزانسين كان اسمها ايه؟ الوبرينول. والالوبرينول ديت ايه اهميتها؟ قلت لك ان انا كان عندي الهايبوزانسين ده من كتر اكل اللحم الاحمر الجسم بيفرز هايبوزانسين، يخش على زانسين اوكسيديز يحولها لزانسين، بعدين زانسين اوكسيديز يدخل عليها تاني يحولها ليوريك اسيد وتسبب الجوت. طيب احنا عملنا علاج اسمه الالوبرينول، الالوبرينول ده الاستراكشر بتاعه شبه بالظبط الهايبوزانسين، فبيسرق الانزيم اللي كان بيشتغل على الهايبوزانسين بياخده هو، بالتالي لما يسرقه يبقى مش هيبقى في زانسين اوكسيديز يحول الهايبوزانسين، بالتالي التفاعلات ديت مش هتتم، يبقى انا كده عالجت الجوت. يبقى الالوبرينول ده اهو انتي جوت. يجي لك السؤال في الامتحان يقول لك انتي جوت وام سي كيو، هتختار الالوبرينول. طيب قلنا كمان عندي اللي هو الانتي كانسر اللي هو كان ايه؟ 5 فلورو يوراسيل. لما قلت لك الدي ان ايه مش عبيط، لما كان يشوف الفلور فتصنيع الدي ان ايه بيقل، بالتالي لما تقلل تصنيع الدي ان ايه يبقى انت كده بتعالج الكانسر. طيب كده قلنا بسنت بي اي اس اخر 3 حروف اي ان تي، انتر. انتر ايه؟ انتر الاستراكشر اوف الكو انزيمز، مساعدات الانزيم. زي مين مساعدات الانزيم؟ زي النات والفات وكو انزيم ايه. طب امال النات والفات والحاجات دي فيهم نيكلوتايد؟ ده حتى لو جيت تشوف اسمه، اسمه ايه؟ نات، اللي هي اختصار نيكوتين ادينين داي نيكلوتايد. هنا الفات ده فلافين ادينين داي نيكلوتايد، عمال اقول نيكلوتايد اهو، يعني الحاجات ديت في الاستراكشر بتاعها نيوكليوتايد. طيب جميل، كده دول اول حصتين اخدناهم. النهارده الحصه الثالثه هكلمك عن الاستراكشر بتاع الدي ان ايه. يلا بقى معايا كده على السبوره ونشوف استراكشر الدي ان ايه. الدي ان ايه استراكشر يا شباب، الاستراكشر بتاع الدي ان ايه اكيد بيتكون من ايه؟ الدي ان ايه ده تقول لي بيتكون من نيوكليوتايد. طيب يبقى اول كام كلمه كده في الدي ان ايه استراكشر، اول حاجه التركيب بتاعه بيتكون من ايه؟ الدي ان ايه هتقول لي بيتكون من نيوكليوتايد. اقعد بقى اقول لي ايه؟ لونج تشين اوف ريبيتد سب يونت كولد نيوكليوتايد، وحدات سلسله طويله من وحدات صغيره ومتكرره بسميها النيوكليوتايد. طيب ايه وظيفة، تاني معلومة عن ال دي ان ايه الوظيفة بتاعته؟ قال لي الوظيفة بتاعت ال دي ان ايه هي الستورج او ستور، تخزين الجيناتيك انفورميشن. يعني انا بروح على ال دي ان ايه دوت واخزن عليه المعلومات الوراثية. يبقى وظيفة ال دي ان ايه ان انا بخزن الجيناتيك انفورميشن، بخزن عليه المعلومات الوراثية. طيب اين يوجد الدي ان ايه؟ ما تحيرنيش معاك بقى، ما انت قلت لي هو اسمه حامض نووي، ونووي لانه بيوجد داخل مين؟ داخل النواه، بيبقى بيوجد في النيوكليوس. طيب ولكن خلينا اقول لك ان مش كل دي ان ايه موجود داخل النواه. ازاي يا دكتور؟ معلومه ليك، 99% من الدي ان ايه يوجد داخل النواة.
99% اه موجود داخل النواة. عندك بس 1% ده بيوجد داخل الميتوكوندري، بيوجد داخل الميتوكوندري، بسميه الميتوكوندريال دي ان ايه. يبقى الدي ان ايه عندي 99% بيوجد داخل النواة، و1% بيوجد داخل الميتوكوندريا، بسميه ميتوكوندريال دي ان ايه. طيب عظيم، هاتلي البشاورة بتاعتي. دول اول كلمتين عن الدي ان ايه. طيب لو جيت اقول الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتايد، الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتايد، هي النيوكليوتايد ديت لازم تكون كام حاجة؟ هتقول لي 3 حاجات. طيب ما تيجي نعد يلا مع بعض، 1 2 3. الحاجة الأولانية السكر الخماسي، البنتوز شوجر، كان ممكن يكون ريبوز أو ديوكسي ريبوز، بس أنا بتكلم في الدي إن إيه، دي إن إيه بحرف الدي أهو، يبقى السكر إيه؟ هتقول لي بحرف الدي اللي هو الديوكسي إيه؟ الديوكسي ريبوز. يبقى السكر في الدي ان ايه ديوكسي ريبوز. طيب نيجي نشوف بعد كده اللي هي القاعدة النيتروجينية، النيتروجينس بيس، القاعدة النيتروجينية اللي هي النيتروجينس بيس. ما هي النيتروجينس بيس دي كانت بتكون يا اما هي ايه، يا اما بيورين، يا اما ايه يا شباب، يا اما بايريميدين. طيب البيورين كان عندي حاجتين اللي هما الادينين والجوانين الاي او جي. طيب البايرميدين كانت كلمة ايه؟ قط، سي يو تي، السي سيتوزين، اليوراسيل، التي سيامين. بس خلي بالك انا هنا بكلمك عن استراكشر ايه؟ الدي ان ايه، بكلمك عن الدي ان ايه مش اي نيوكليوتايد. يبقى ما دام بتكلم على الدي ان ايه هيبقى استحالة يبقى موجود في الدي ان ايه يوراسيل، اليوراسيل ديت كانت فقط وحصريا في الار ان ايه بس، صح كده؟ طيب نيجي نشوف كمان داخل حاجة اللي هي ايه، مجموعات الفوسفات. قال لي مجموعة الفوسفات عددها 1 أو 2 أو 3، ولكن في التركيب بتاع الدي ان ايه بلاقي موجود مجموعة فوسفيت واحدة. يبقى الفوسفيت في الـ DNA structure هتقولي اللي هو ايه؟ هتقولي اللي هو اسمه مونو فوسفيت، مونو فوسفيت يعني مجموعة فوسفيت واحدة. طيب ما تيجي كده ترسم لي الـ structure بتاع الـ DNA بناء على المعلومات اللي قدامي ده. بناء على المعلومات اللي قدامي هو بيتكون من نيوكليوتايد. طيب النيوكليوتايد ديت اول حاجه اللي هو السكر الخماسي، ارسم سكر خماسي، احلى سكر خماسي من الدكتور اشرف. فاكرين كنت بركبه ازاي السكر؟ كانت دي الكربون رقم 1، دي الكربون رقم 2، دي 3، ديت 4، وفين الكربون رقم 5؟ تراك الكربون رقم 5 بتبقى طايرة في الهواء، والكربون رقم 5 ديت اللي كان بيروح يمسك فيها مجموعة اسمها مجموعة ايه؟ مجموعة الفوسفات، صح كده؟ طيب جميل. وكان طبعا بيبقى كلته عليه مجموعات اللي هي الـ OH، كله عليه مجموعات الـ OH ما عدا طبعا ايه؟ الكربون رقم 2، لان السكر ده في الدي ان ايه فاسمه 2 ديوكسي ريبوز، يعني رقم 2 ما عندهاش او اتش، صح كده؟ جميل. طيب يبقى دلوقتي معايا السكر الخماسي اهو، ومسكته لك بمجموعه الفوسفات، ومجموعه الفوسفات مسكت عند الكربون رقم كام؟ عند الكربون رقم 5. جميل. طيب والسكر بيمسك كمان في حاجه اللي هي ايه؟ قاعدة ايه؟ القاعدة النيتروجينية.
طيب بيمسك في القاعدة النيتروجينية عند الكربون رقم كام؟ هتقول لي بيمسك في القاعدة النيتروجينية عند الكربون رقم 1. بيمسك في القاعدة النيتروجينية عند الكربون رقم 1. يبقى عند الكربون رقم 1 هنا اهو، المفروض ان هو يجي يمسك في النيتروجينس بيس، القاعدة النيتروجينية، صح كده؟ طيب عايز اعرف بقى كذا حاجة كده بتيجي في الامتحان، والحاجات دي قلتها قبل كده. بيجي في الامتحان يسألني على نوع الرابطة ده، نوع الرابطة ده بيبقى اسمها ايه؟ انا هسيبكم تفكروا وهقولهم في الاخر. الرابطة ده بيبقى اسمها ايه؟ اللي هي ماسكة السكر بالقاعدة النيتروجينية. وبيجي كمان يسألك عن الرابطة اللي هي ماسكة الفوسفات بالكربون رقم 5، الرابطة اللي بتمسك الفوسفات بالكربون رقم 5 بيجي برضو يسأل عن الرابطة ديت اسمها ايه. جميل كده يا شباب؟ طيب كمان شوية هقولهم على ما تكونوا فكرتوا فيه، لان ده حاجات قلتها قبل كده. طيب ما تيجي نرسم كمان نيوكليوتايد، تعال ارسم لي كمان كده نيوكليوتايد. ادي اول حاجة السكر، ايه سكر خماسي اهو. طيب والسكر الخماسي ده اهو عند الكربون رقم 5 بنحط مجموعة ايه؟ مجموعة فوسفات. طيب وعند الكربون رقم 1 بنروح نحط اللي هي القاعدة النيتروجينية، عند الكربون رقم 1 بنحط القاعدة النيتروجينية. حط بقى أي حاجة، حط أدينين، حط جوانين، اللي أنت عايزه حطه. طيب ارسم لي كمان سكر كده. آخر نيوكليوتيد ارسمها اهي، احط الفوسفاتاية عند الكربون اللي طايرة في الهواء اللي هي رقم 5، واحط فين النيتروجينس بيز؟ قال لي بحطها عند الكربون رقم 1. حط اي حاجة، حط سيتوزينة، سيتوزين، اي حاجة احطها في الدي ان ايه ما عدا حاجة واحدة بس يا شباب، اللي هي مين؟ اللي انا مسحتها هنا اهو، اللي هي اليوراسيل. طيب يبقى ده كده نيوكليوتايد. لو انا جيت اسألك على نوع الروابط، في دلوقتي قدامي، انا رسمت دلوقتي قدامي نوعين من الروابط. اول نوع اللي هو النوع ده اللي هو بيمسك السكر بالقاعدة النيتروجينية، اللي ماسك له السكر بالقاعدة النيتروجينية. مدام في موجود في قدامي كلمة سكر، قلت لك وانت مغمض، يبقى الرابطة اسمها جلايكوزيديك. مدام في كلمة سكر يبقى الرابطة اسمها ايه؟ يبقى الرابطة اسمها جلايكوزيديك بوند. يبقى الرابطة ديت جلايكوزيديك بوند. طيب والرابطة ديت برضو جلايكوزيديك بوند، ديت جلايكوزيديك بوند. طيب نوع الرابطة ده ايه؟ اللي هي ما بين الكربون رقم 5، اللي مسكت الكربون رقم 5 بالفوسفات. هو انا لو جيت ابص على الكربون رقم 5 قبل ما تمسك في الفوسفات، قبل ما تمسك في الفوسفات كانت كربونة عادية، كربونة عادية زيها زي ديت، يعني عليها مجموعة OH، OH اللي هي مجموعة كحول. طيب مجموعة ايه؟ مجموعة كحول. والفوسفيت ديت يا شباب بيبقى اسمها فوسفوريك اسيد، فوسفوريك اسيد، اسيد حمض، اسيد حمض. اذا كحول مع حمض اللي بيعمل رابطه اسمها استر، كحول مع حمض بيعمل رابطه اسمها ايه يا شباب؟ بيعمل رابطه اسمها استر بوند. يبقى الرابطه اللي ماسكالي الفوسفيت في الكربون رقم 5 اسمها استر بوند، استر بوند. الرابطة اللي ماسكالي السكر بالقاعدة النيتروجينية اسمها جلايكوزيديك بوند. دي أساسيات، دي أساسيات لازم تكون عارفها زي اسم، ما ينفعش ما تبقاش عارفها.
طيب يبقى كده نيوكليوتايد اللي قدام ده نيوكليوتايد، لسه ما بقاش شريط دي ان ايه. اخليه شريط دي ان ايه ازاي؟ اربط النيوكليوتايد ديت في بعضها. طيب قال لي النيوكليوتايد هتربط في بعضها ازاي؟ قال لي هاجي اهو هلاقي موجود عندي مجموعة فوسفيت، في مجموعة فوسفيت عندي هنا. اه دكتور مجموعة فوسفيت اهي. قال لي مجموعة الفوسفيت ده اهي تروح الاول كده، مجموعة الفوسفيت دي مكانها عند الكربون رقم كام؟ تقول لي مكانها عند الكربون رقم 5. طيب هقول لك ان مجموعة الفوسفيت اللي مكانها عند الكربون رقم 5 هتروح تمسك في الـ OH ده اهي اللي هي عند الكربون رقم كام؟ 3. يعني هيتكون رابطة هنا اهو، هاتلي كده المشاورة بتاعنا. هيتكون رابطة ما بين مجموعة الفوسفيت اللي على الكربون رقم 5 وعندي اللي هي الـ OH اللي كانت عند الكربون رقم كام؟ رقم 3. طيب اسم الرابطة ده ايه؟ مهم جدا 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 في الامتحان. اسم الرابطة ده ايه؟ مهم جدا 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 في الامتحان. الرابطة اللي بتكون الشريط بتاع الـ DNA، يعني اللي بتمسك لي النيوكليوتايد في النيوكليوتايد. علشان ما تبقاش حفيظ وعشان تبقى راجل كويس كده وبتفهم، وانا بحب الناس اللي بتفهم. اولا انا قلت لك ان الرابطه ده كان اسمها ايه؟ استر بوند، اللي هي الفوسفيت لما بتمسك في الكربون رقم 5 بيبقى اسمها استر. يعني الفوسفيت لما بتمسك في الاوتشاي اللي هي طالعه من الكربونه بيبقى اسمها ايه؟ استر. طب ما هي من هنا مكونه استر ومن هنا برضو مكونه استر. بص على الفوسفيته، من هنا الاستر اهو ومن الناحيه ديت برضو استر. قال لي يبقى الرابطه في الحاله ديت يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها داي استر. داي استر، والداي استر ده هنا استر وهنا استر، في الوسط ايه؟ قال لي في الوسط فوسفيت، عشان كده بيسموها فوسفو داي استر. بيسموها ايه يا اولاد؟ فوسفو داي استر. يبقى الرابطة اسمها فوسفو داي استر. بس كده يا دكتور؟ لا، قول لي كمان الفوسفو داي استر ديت ماسكة منين ومنين. لو جيت ابص هلاقي من ناحية من عند الكربونة رقم 3 ومن ناحية عند الكربون رقم كام؟ رقم 5. فقال لي بسميها، بروح اسميها 3-5- فوسفو داي استر بوند. يبقى الرابطة اسمها ايه يا اولاد؟ الرابطة اسمها 3-5- فوسفو داي استر بوند. 3-5- فوسفو داي استر بوند. طيب واحد يقول له يا دكتور هي ايه كلمة داش اللي انت قلتها لي دي؟ الناس الاوائل اللي بحبها. هقول لك كلمة داش او كلمة شرطة ديت لان عندي في الدي ان ايه سكر وقواعد نيتروجينية. خلي بالك السكر ده في كربونات والقواعد النيتروجينية فيها كربونات. فقال لك علشان تميز ما بين الكربونات بتاع السكر وما بين الكربونات بتاع القواعد النيتروجينية، قال لي الكربونات بتاع السكر بنسموهم بالشرط، يعني بنسموهم 3-5- وهكذا. عشان كده قلت دي اسمها 3-5- فوسفو داي استر بوند. طيب جميل، هاجي نقعد تحت اهو هلاقي برضو هنا مجموعة فوسفيت عند الكربون رقم 5، المفروض هتروح تمسك برضو برابطة عند الكربون رقم كام؟ رقم 3، صح كده؟ ويبقى الرابطة اسمها ايه؟ هيبقى اسمها 3-5- فوسفو داي استر بوند.
صح كده؟ طيب وهنا الكربون رقم 3 اهي عليها في الاخر ان هوت مجموعة او اتش. خلي بالك بقى، لو انا افترضت، لو انا جيت افترضت ان ما عادش فيه نيوكليوتايد جديد، ما عادش فيه نيوكليوتايد جديده جايه بعد دي، ديت اخر واحده، هيبقى متبقي لي في الاخر عند رقم 3 مين يا شباب؟ هيبقى متبقي لي في الاخر عند رقم 3، عند الكربون رقم 3 مجموعه ايه؟ مجموعه او اتش، مجموعه او اتش حره بسميها الفري هيدروكسيل، يعني مجموعة هيدروكسيل حرة. يعني ايه حرة؟ يعني مش ماسكة في حاجة. طيب وكذلك لو بصيت على الشريط من فوق وراح اشوف اول نيوكليوتايد، هلاقي في اول نيوكليوتايد في مجموعة فوسفيت اهي، ومجموعة فوسفيت مالها؟ حرة. خلي بالك اللي في الوسط مش حر، ده ماسك، ده بيمسك النيوكليوتايد باللي تحته، انما اول واحدة ديت هتلاقيها مالها؟ حرة. فاروح الحرة ديت اسميها فري فوسفيت جروب، يبقى الحرة اللي فوق ديت اسميها ايه؟ اسميها فري فوسفيت جروب. وده يجي لك في الامتحان يقول لك انا عندي شريط الدي ان ايه، شريط الدي ان ايه دوت بيكون بولر، شريط الدي ان ايه بيكون بولر. طيب يعني ايه بولر؟ بولر يعني قطبي، له قطبين. من هما القطبين؟ هقول له في قطبين، القطب الاولاني اللي هو عند الخمسه شرط، القطب الاولاني اللي هو عند الخمسه ايه شرط، والقطب الاولاني اللي عند خمسه شرط ده بيبقى فيه ايه؟ قال لي بيبقى فيه فري فوسفيت جروب، في مجموعه فوسفيت حره. طيب والنهايه الأخيرة اللي تحت دهيت، قال لي بيبقى فيه فري هيدروكسيل جروب، فري هيدروكسيل جروب، يبقى عند تلاتة شرطة، النهاية تلاتة شرطة في فري هيدروكسيل جروب، وعند النهاية خمسة شرطة في فري فوسفيت جروب. فاهمين؟ يا رب تكونوا فاهمين. طب امسح بقى كده الحاجات اللي هي مش هماني دي، وتعالى اتكلم عن البرايمري استراكشر بتاع الدي ان ايه. خلينا نتكلم عن البرايمري استراكشر بتاع الدي ان ايه. البرايمري استراكشر، خلينا نتكلم من حيث الحاجات اللي انا شرحتها لك ده. اول معلومه عايز انك تعرفها، ان انا عندي هنا يا شباب في شريط الدي ان ايه ده هتلاقي معايا حاجه ثابته، في حاجه ثابته وفي حاجات بتتغير. الحاجات الثابته اللي هو فيه سكر ومجموعه فوسفات، بص كده تحت هتلاقي سكر ومجموعه فوسفات، تحت سكر ومجموعه فوسفات. طب ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير القواعد النيتروجينيه، مره تلاقي ادينين، مره جوانين، مره سيتوزين، ممكن كمان تلاقي صيامين، اي حاجه غير اليوراسيل. طيب يبقى الثوابت اللي معايا السكر والفوسفات، علشان كده يقول لك في خصائص البرايمري ستراكشر ده اهو، اللي انا عندي الشجر السكر زائد الفوسفات، السكر والفوسفات. قال لي مالهم الاتنين دول؟ قال لي بيمثلوا حاجة اسمها العمود الفقري للدي ان ايه، بيمثلوا لي حاجة اسمها السيمتريك باك بون، يعني العمود الفقري، السيمتريك باك بون اوف الدي ان ايه. طيب بيمثلوا العمود الفقري، عرفنا كلمة باك بون. طب ايه بقى كلمة اسيمتريك؟ اسيمتريك غير متماثل. واحد يقول لي يعني ايه غير متماثل يا دكتور؟ اقول لك يعني المرة دي بتلاقي النيوكليوتيدات ديت غير اللي تحتها، اللي فوق بتلاقي فيها مثلا ادينين، لكن اللي تحتها تلاقي فيها ايه؟
تلاقي فيها جوانين، اللي تحتها فيها سيتوزين، عشان كده بسميها ايه؟ اسيمتريك. يعني النيوكليوتيد ديت مثلا يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها ديوكسي ادينوزين مونوفوسفيت. فاكرين التسميه؟ اولا انا في دي ان ايه فلازم اقول ديوكسي، والادينين يبقى ادينوزين، ديوكسي ادينوزين، وماسكه في كام فوسفاتايه؟ واحده، يبقى مونوفوسفيت. هنا هو ديوكسي، ديوكسي جوانوزين مونوفوسفيت، ديوكسي سيتيدين مونوفوسفيت. اللي انا عايز اقول لك ان الحاجه اللي بتتغير معايا هي مين بس؟ القاعده النيتروجينيه. يبقى اللي بيمثل العمود الفقري والحاجه الثابته اللي معايا هما مين زائد مين؟ هتقول لي الشجر زائد الفوسفات، وده ام سي كيو، وده ام سي كيو، خلي بالك كل حاجه نوت ام سي كيو، محاضره خطيره، محاضره خطيره في الامتحان. طيب المعلومه التانية اللي انا عايزك تعرف، انا قلت لك اللي انا عندي حاجات ثابته اللي هي السكر والفوسفات، وعندي حاجات بتتغير اللي هي القواعد. لما اجي يا شباب اقرا شريط دي ان ايه، اقراه ازاي؟ يقول لك لما تيجي تقراه مش الحاجات اللي على الشمال ده اهي، السكر والفوسفات دول ثابتين. يعني لما تيجي تقرا ممكن تلغي بقى الحاجات ديت، ما هي ثابته، ما هي كده كده موجوده في اي دي ان ايه، السكر والفوسفات ده ثابت. فقال لك لو عايز تقرا شريط دي ان ايه ممكن تستغنى عن السكر والفوسفات، يعني تقرا مين بس؟ قال لي هقرا فقط اللي هي القواعد النيتروجينيه، صح كده؟ لان الباقيين ثابتين، فاقرا الحاجات اللي هي ايه اللي بتتغير بس. يعني تيجي تقول لي كده، لو قلت لك اقرا لي الحته اللي قدامي دي، تقول لي ادينين جوانين سيتوزين وهكذا. ولكن بقى كمان ايه، ده احنا عايزين نسهل اكتر، لما تيجي تقرا مش هتقرا لي بالاسماء، ده انت هتقرا لي بالرموز بس كمان. يعني تقول لي الحته اللي قدامي ده، بص كده يبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ايه، تحتها جي، تحتها ايه؟ سي. تبقى الحته اللي قدامي ديت اسمها ايه؟ جي سي. طيب سؤال يا دكتور، سؤال يا دكتور، هو انت ليه قريته من فوق لتحت؟ ما ينفعش تقراه من تحت لفوق؟ اقول لك ما فيش حاجه اسمها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، مفيش حاجه اسمها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. انا بقرا اي شريط دي ان ايه من النهايه 5 شرطه الى النهايه 3 شرطه. يعني اشوف النهايه ديت كام؟ 5، يبقى هقرا من اولها، من اول 5 شرطه، وافضل ماشي لحد ما اوصل للنهايه كام؟ 3 شرط. يبقى القراءه بتاعه الدي ان ايه بتكون من الاتجاه 5 شرطه الى الاتجاه 3 شرطه. خلي بالك بقى لو انا جيت في الامتحان اقول لك من فوق لتحت ومن تحت لفوق، ما تبقاش غبي، مفيش حاجه اسمها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، ما انا ممكن اقلب لك الورقه، اقلب لك الاستراكشر. فالقراءه دايما من 5 شرطه ل3 شرطه. يجي بقى ايه، يقلب لك الصوره او كده؟ لا، هي من القراءه من الاتجاه 5 شرطه الى الاتجاه 3 شرطه. يبقى تقرا لي الشريط دوت ازاي؟ هروح ابص على القواعد، وهروح ابص اتاكد ان انا عند النهايه 5 شرطه، وابدا من عندها. يبقى ايه؟ جي سي، لو تحته 100 قاعده اقراهم حطهم جنب بعض. يبقى انا كده بقرا من الاتجاه 5 شرطه للاتجاه 3 شرطه. طيب عايزك تعرف لي كمان معلومة مهمة جدا، وانا قلت لك الرابطة ده اللي بتمسك لي نيوكلوتايد في نيوكلوتايد، يعني بتجمع لي، بتكون جزئية دي ان ايه عن طريق انها بتمسك النيوكلوتايد في بعضها. الرابطة كان اسمها ايه؟ كان اسمها 3-5-فوسفودايستر بوند. معلومة مهمة لازم تعرفها، مين الإنزيم اللي بيعمل الرابطة دي؟ يعني مين الإنزيم اللي بيكون لي دي إن إيه؟ بيبقى اسمه إنزيم البلمرة، إنزيم البلمرة اسمه دي إن إيه بوليميريز، دي إن إيه بوليميريز.
يبقى الدي ان ايه بوليميريز ده بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيربط لي النيوكليوتايد في بعض، ده اللي كان بيكون لي الدي ان ايه. يبقى احنا كده يا شباب قلنا كل حاجه تخص البرايمري ستراكشر اوف الدي ان ايه. اي سؤال ممتحن يحطه من الكلمتين اللي قلتهم لك ده هم هتحلهم. طيب تعالى كده نراجع، قلنا الاستراكشر بتاع الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتايد، ادي النيوكليوتايد بتتكون من ايه؟ من سكر وقاعده ومجموعه فوسفات. مجموعه الفوسفات عند الكربون رقم 5، ونوع الرابطه اللي ما بين الفوسفات والكربون رقم 5 اسمها استر، استر بوند. طيب نوع الرابطه اللي ما بين الكربون رقم 1 والقاعدة النيتروجينية اسمها جلايكوزيدك بوند. يبقى ما بين الفوسفات، ما بين الفوسفات والسكر استر، ما بين القاعدة والسكر جلايكوزيدك. طيب ما بين اتنين نيوكلوتايد، ما بين اتنين نيوكلوتايد هيبقى اسمها ايه؟ هتقول لي اسمها فوسفو داي استر، فوسفو داي استر بوند. تمام، يبقى كده ده البرايمري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. قلت لك معلومه مهمه، الحاجه الثابته اللي عندي هي السكر والفوسفات واللي بتغير القواعد النيتروجينيه، علشان كده السكر الشجر زائد الفوسفات بيمثلوا لي الاسيمتريك باك بون. الحاجه اللي بعد كده قلت لك القراءه، قلت لك القراءه بقرا الحاجات اللي بتتغير بس اللي هي القواعد النيتروجينيه. طيب هكتب الرموز بتاعها بس A G C، طب اقرا من فوق ولا تحت ولا تحت ولا فوق؟ مش كده يا غبي، مش كده يا غبي، بقرا من الاتجاه 5 شرطه للاتجاه 3 شرطه. طيب مين اللي بيعمل لي الرابطه اللي اسمها فوسفو داي استر بوند؟ مين اللي بيخليهم لي يلزقوا في بعض؟ قلت لك انزيم البلمره اللي كان اسمه دي ان ايه بوليميريز. جميل، كده كل حاجه عن البرايمري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. اوعى تنسالي كمان المعلومه اللي هي كانت ان البرايمري ستراكشر ده او شريط الدي ان ايه اللي قدامي ده اهو، كلمه مهمه جدا اللي هو كان اسمه بولر، وبولر يعني ايه؟ قطبي. طيب ولما اقول لك هو بولر هتقول لي بولر علشان حاجتين، علشان عنده النهايه 5 شرطه وعنده كمان النهايه 3 شرطه. طيب مهم جدا ان هي 5 شرطه عليها ايه و3 شرطه عليها ايه. يبقى الخمسه شرطه ان هي 5 شرطه ده ايه بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها الفري فوسفيت جروب. يبقى ان هي 5 شرطه فري فوسفيت عليها مجموعه فوسفيت حره. طيب وان هي 3 شرطه ده بيبقى عليها فري هيدروكسيل في مجموعة هيدروكسي في آخر نيوكليوتيدة دهيت عند الكربون رقم 3. جميل كده يا شباب، دي كل حاجة عن البرايمري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. طيب تعالى كده نشوف السكندري ستراكشر، تعالى نمسح الحاجات اللي ما تهمنيش ونشوف السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. Secondary structure of DNA. برايحكوا في الفيديو. يبقى شباب البرايمري ستراكشر ده كان الشريط واحد قدامي، السكندري ستراكشر بقى يا شباب ده شريطين اتنين هيمسكوا في بعض. انا عندي شريط قدامي جاهز اهو، تعالى بقى كون له الشريط التاني. بيقول لي الشريط التاني ده اهو
بتبقى في اول خاصية للدي ان ايه، اول خاصية موجودة ان يقولك ان الشريطين بيكونوا انتي بارلل. فانا عارف ان كلمة بارلل لوحدها ديت يعني متوازي، يبقى انتي بارلل متوازي ولكن في الطريق المعاكس. طيب افهمك لما ارسم، تعالى كده ارسم لك الشريط التاني زي الشريط اللي جنبه بالظبط، زي الشريط اللي جنبه بالظبط. هرسم ايه؟ هرسم نيكروتايد اهي، لو جيت عدلك الكربونات طبعا ديت الكربونة رقم واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، هنا أربعة، خمسة فين؟ خمسة طايرة في الهوا، وخمسة اللي طايرة في الهوا ديت اللي بتكون ماسكة في ايه يا شباب؟ اللي بتكون ماسكة في مجموعة الفوسفات. جميل كده؟ طب حلو، ارسم لي كمان واحدة يلا. ايه؟ ده كمان سكر، لون بقى كده ايه، لزوم الشياكة، لزوم الشياكة. ادي نيكروتايد اهي عند رقم خمسة، بروح احط برضو مجموعة الفوسفات. لون لزوم الشياكة، وعند رقم خمسة وراح أحط مجموعة الفوسفات. طيب والقاعدة النيتروجينية بحطها فين؟ أكيد القاعدة النيتروجينية بنروح نحطها عند الكربون رقم واحد، هنا كده، يبقى عند الكربون رقم واحد. أخلي بالي إن الكربونات رقم خمسة عليها مجموعة إيه؟ الفوسفات، والكربون رقم واحد على القواعد النيتروجينية. طيب والكربونات اللي هي كانت رقم ثلاثة يا شباب دي كان بيبقى على ايه؟ مجموعة ال OH، مجموعة ال OH اللي عند الكربون رقم ثلاثة اللي كانت بتروح تمسك في الفوسفات فتكون الرابطة اللي برسمها ديت اللي اسمها فوسفو داي استر بوند، تلاتة شرطة خمسة شرطة فوسفو داي استر بوند، اللي هي الرابطة دي كده، تلاتة شرطة خمسة شرطة فوسفو داي استر بوند. وحتى رقم تلاتة دي بتبقى لوحدها فري، مش هتمسك في فوسفيت بقى، فبتبقى او اتش لوحدها كده. يلا يا دكتور فهمني يعني ايه انتي بارلل. لو انا جيت اشوف الشريط ده يا شباب وجيت اقول لك دي النهاية كام، هتلاقي النهاية ديت اللي هي عند الكربونة رقم خمسة اللي ماسكة في الفوسفيت، فهنا هتبقى ديت النهاية خمسة شرطة، صح كده؟ طيب والنهاية اللي تحت بتاعت ايه؟ ال OH اللي عند رقم تلاتة، فيبقى اسمها تلاتة شرط، يبقى الشريط ده خمسة شرطة تلاتة شرط. طب شوف بقى الشريط ده اهو، هتلاقي هنا ال OH اللي عندي تلاتة، فيبقى هنا ايه؟ هنا التلاتة شرط، التلاتة داش، وتحت هنا ايه؟ الفوسفاتية الحرة اللي عند رقم خمسة، فتبقى خمسة داش. إذا لو بصيت للشريطين هتلاقيهم متوازيين، الاتنين متوازيين، ولكن واحد اتجاهه خمسة شرطة تلاتة شرطة، وواحد تاني اتجاهه تلاتة شرطة خمسة شرطة، يبقى هما متوازيين ولكن في الاتجاه المعاكس، فدي بسميها انتي ايه؟ انتي بارلل. طيب المصطلح التاني اللي عايزك يا حبيبي تعرفه في السكندري ستراكشر، مصطلح كومبلمنتري. كومبلمنتري بيز بيرنج، كومبلمنتري بيز بيرنج. البيز اللي هي ايه يا شباب؟ البيز اللي هي القواعد النيتروجينية. طيب عايز يقول لك ان القواعد النيتروجينية دهيت بيحصل بينها بيرنج، بيرنج يعني بيلزقهم في بعض، بيمسكهم في بعض، وبيمسكوا في بعض بطريقة كومبلمنتري يعني بطريقة مناسبة. يعني يقول لك الادينين ده ايه؟ الادينين تمسك في قاعدة نيتروجينية
اللي هي يبقى اسمها الصيامين التي، الاي تمسك في التي. وقال لك تمسك فيها ازاي؟ قال لك تمسك فيها الادينين بالصيامين يمسكوا في بعض باتنين رابطة هيدروجينية، يمسكوا في بعض باتنين رابطة هيدروجينية. طيب عندك الجوانين، قال لك الجوانين ده تمسك، الجوانين تمسك في سيتوزين، الجي تمسك في السي، سي تحت اهي تبقى تمسك في ايه؟ تمسك في الجي. طيب يمسكوا في بعض بايه؟ روابط هيدروجينية. اتنين؟ لا، الجوانين في السيتوزين يمسكوا في بعض بثلاث روابط. الجوانين في السيتوزين يمسكوا في بعض بكام؟ بثلاث روابط. يبقى في الكومبلمنتري بيس بيرنج، معلومة مهمة جدا في الام سي كيو، ان انا عندي الادينين بيمسك في الصيامين، الاي بيمسك في التي، وعندي الجوانين بيمسك في السيتوزين، واليو بيمسك في ايه؟ يخرب بيتك مفيش يو في الدي ان ايه، يالا اليو دي بتاعت الار ان ايه. طيب الادينين يمسك في الصيامين بكام رابطة؟ رابطتين، تو هيدروجين بوند. الجوانين يمسك في السيتوزين بكام رابطة؟ تلات روابط، 3 هيدروجين بوند. طيب جميل، يبقى كده ديت المعلومة الأولانية في السكندر ستراكشر اللي هما أنتي بيرلي، الشريطين في اتجاه معاكس. المعلومة التانية اللي هما كومبلمنتري بيز بيرنج، الأدينين تمسك في الصيامين بربطتين، والجوانين تمسك في السيتوزين بثلاث رابط. طيب المعلومة التالتة ان هو يقول لك ان الشريطين الانتي بارل دهم، الشريطين الغير متوازيين دهم، بيلفهم حوالين بعض، الشريطين دول بيلفهم حوالين بعض. قال لك يا شباب لما اجي الف حاجتين حوالين بعض، الف حاجتين حوالين بعض، قال لك ممكن الفها من ناحيه اليمين، الحاجتين يلفوا من ناحيه بعض من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. تخيل معايا كده حبيبي، لو معاك عارف الهاند فري، سماعه الهاند فري بيبقى فيها حتتين كده اللي هما اللي انت بتسمع بيهم، مش انت ممكن تقعد تلف الاتنين على بعض؟ قال لك الاتنين لما بيلفهم حوالين بعض كده اهوت، الشريطين بيلفهم، تخيل الحاجه اللي انا بقولها لك ده، بيلفهم حوالين بعض فيعملوا حاجه اسمها حلزون. حاجة اسمها ايه؟ حلزون. حلزون يعني هيليكس، شكل حلزوني. طيب واسمه بالتحديد دبل هيليكس. يعني ايه دبل هيليكس؟ يعني شريطين لفين على بعض عاملين شكل الحلزون، دبل هيليكس. طيب وقال لي لما بنلف، ما انا بلف، لما تيجي تلف حاجتين على بعض يا يعني من ناحية اليمين يا يعني من ناحية الشمال، قال لي في حالة الدي ان ايه شريطين الدي ان ايه بيلفهم ناحية اليمين، فبيبقى الشريط اسمه رايت هاندلد هيليكس، رايت هاندلد هيليكس او رايت هاندلد دبل هيليكس. يعني انت معاك شريطين الدي ان ايه لففهم على بعض في شكل حلزون، وبيلفوا على بعض في الاتجاه اللي هو ايه؟ الاتجاه اليمين اللي هو الرايت هاندلد، يبقى اسمه رايت هاندلد دبل هيليكس. يبقى بكل اختصار وبكل بساطة يجي لك يسألك في الامتحان، كلمنا عن السكندري ستراكشر اوف الدي ان ايه، انا عايزك تحفظ كلمتين بالعربي، اكتبهم كده يعني، خدهم من اشرف البرعي يسهلوا عليك. السكندري ستراكشر تكتب ايه يا حبيبي؟ اول حاجة تكتب له، هما ثلاث جمل بالعربي كده من اشرف البرعي. اول حاجة رقم واحد، الشريطين عكس بعض، رقم اتنين مكملين لبعض، رقم تلاتة بيلفهم حوالين بعض. يبقى بتكلمهم في الإجابة بتاعتك على تلات نقط، الشريطين عكس بعض، رقم اتنين مكملين لبعض، رقم تلاتة بيلفهم حوالين بعض، بيكونوا من رايت هاندلد هيليكس. طيب عايز اقول لك ان السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه دهوت في منه مش الشكل ده بس، ده في تلات اشكال، والتلات اشكال ده حاجه اسمها البي فورم، حاجه اسمها الاي فورم، وحاجه اسمها الزد فورم. لو بصيت على حروفهم يا ولا
هتلاقي ديت اسمها ايه؟ بي اي زد باز. دكتور ايمن ايه؟ دكتور ايمن الباز. فانا عندي السكندر استراكشر بي فورم ايه فورم زد فورم، اللي احنا عمالين نشرح فيهم الصبح ده ان واحد فيهم ده البي فورم. الشكل اللي قدامي ده اللي عمالين نشرح عليه من الصبح ده اللي هو البي فورم بتاع الدي ان ايه. عايزك تعرف مين العالمين اللي هم بتوع اللي عملوا الشكل البي فورم ده اهو، هتقول لي اللي هم واتسون ومين كمان؟ وكريك. واتسون وكريك، تمام كده يا شباب؟ دي كل حاجة عن السكندري ستراكشر اوف الدي ان ايه. عظيم. شوف لي بقى كده الكلمتين دول في الورق كده، الدي ان ايه ستراكشر، تركيب الدي ان ايه. الدي ان ايه ده عبارة عن ايه؟ بيقولك لونج تشين اوف ريبيتنج سب يونت، سلسلة طويلة من وحدات صغيرة متكررة. اسمها ايه الوحدات ديت؟ اسمها نيوكليوتايد. طيب بعدها الجملة بيقول لك هو ريسبونسابل فور ايه، مسؤول عن ايه، يقصد الوظيفة، فهتقول له تخزين المادة الوراثية، الستورج اوف الجيناتيك انفورميشن. طيب البرايمري ستراكشر، تعالى بيقول لك ان الدي ان ايه ده بيتكون من شريطين من البولي نيوكليوتايد، اكتر من نيوكليوتايد ماسكين في بعض. طيب النيوكليوتايد اللي بتدخل معاه دي يبقى اسمها ايه؟ عندك انا بعرفها الاول، انا بيبقى عنده السكر لازم يكون داي اوكسي، فغصب عنك لازم في اي نيوكليوتايد منهم هيبقى تكون داي اوكسي، ولازم هيكون مجموعة الفوسفيت واحدة فقط لا غير، مجموعة فوسفيت واحدة فقط لا غير، هيبقى عندي داي اوكسي ادينوزين مونوفوسفيت، داي اوكسي جوانوزين مونوفوسفيت، داي اوكسي سايمدين مونوفوسفيت، داي اوكسي سايتيدين مونوفوسفيت. يعني كل حاجة ما عدا مين يا شباب؟ ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا اليوراسيل. وما ينفعش تقول من غير ما تقول داي اوكسي، ما دام دي ان ايه لازم تقول داي اوكسي، الدي في الدي. طيب بيقول لك كل ستراند نيوكليوتايد ار لينكد باي، يقصد كل نيوكليوتيدة تمسك في النيوكليوتيدة اللي تحتها برابطة اسمها ايه؟ هقول له رابطة اسمها 3 داش 5 داش فوسفو داي استر بوند، 3 داش 5 داش فوسفو داي استر بوند. وفهمتك الاسم جه منين؟ طب الرابطة ده بتنشأ ما بين مين؟ ما بين مجموعة الهيدروكسيل اللي كانت على الكربون رقم 3، يبقى ال 3 داش هيدروكسيل بتاعت نيوكليوتيد، وتروح تمسك في النيوكليوتيد التانية من عند مجموعة الفوسفيت اللي عند رقم كام؟ 5. ديت الرابطة اللي اسمها 3 5 3 شرطة 5 شرطة فوسفو داي استر بوند. والله والله امتحان. طيب ايه هي الخصائص بتاعت البولي نيوكليوتيد تشين، خصائص السلسلة يعني؟ هقول له والله اول حاجة انا عندي السكر والفوسفيت، دول بيمثلوا لي ايه؟ بيمثلوا لي العمود الفقري للشريط، بيمثلوا لي الاسيمتريكال باك بون. ليه كلمه اسيمتريكال؟ قلت لك لانك هتلاقي في النيوكليوتيد ده ادينين، النيوكليوتيد الثانيه بتلاقي جوانين، واحده ثانيه تلاقي سيامين، تلاقي سيتوزين، وهكذا. عشان كده كلمه اسيمتريكال يعني مش كل النيوكليوتيد بتكون متماثله يعني. طيب القواعد النيتروجينيه، النيتروجينس بيس بتبقى ناحية ايه؟ ناحية جوه ولا ناحية بره؟ هتقول لا ده القواعد النيتروجينية ناحية جوه، بتبقى جهة the inside. فاهمين من الرسمة اللي رسمتها؟ طيب تحت هنا بيقول لك السيكونس اوف البيزس، ترتيب القواعد النيتروجينية هو اللي بيحدد ترماين، بيحدد ايه؟ بيحدد الكودنج ستراكشر بتاع الدي ان ايه. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني المعلومات الوراثية المسؤولة عن إظهار صفة بتكون إيه اللي بيحددها؟ اللي بيحددها ترتيب القواعد، اللي بيحددها لي ترتيب القواعد. يعني لو جيت هنا على السبورة قلت لك A G C، الترتيب ده هو بيكون مسؤول عن إظهار صفة وراثية. عارف لو أنا غيرت الترتيب ده وخليته مثلا G C T مثلا، غيرت الترتيب ده كده يبقى انت بتغير الصفة الوراثية دي. فاهمين؟ يبقى ترتيب القواعد النيتروجينية هو اللي بيتحكم في ظهور الصفات. طيب
تحت بيكلمك عن كلمة بولاريتي، قلت لك انا عندي النهاية عندي تو تيرمينال نهايتين، نهاية عند 5 شرطة دي اللي بيكون فيها الفري فوسفيت، ونهاية عند 3 شرطة ديت اللي فيها الهيدروكسي. تحت الجملة اللي تحت بيقول لك أنا بقرأ الشريط إزاي، السيكونس أر ريتن بتكتبه إزاي، قال لك تكتبه من النهاية 5 شرطة للنهاية 3 شرطة. فاكرين لما كنت بقرأ من النهاية 5 إلى النهاية كام؟ إلى النهاية 3، يعني أقرأ كده أهو A G C. طب لو جيت أقرأ ده أقرأه إزاي؟ أقرأه برضو من 5 لـ3 يبقى G C T. طيب وحتة البولاريتي إن أنا عندي عند الـ5 شرطة فري فوسفيت جروب، وعندي عند النهاية 3 شرطة اللي هي الفري هيدروكسيل جروب. جميل. طيب افتح الورق تاني نشوف السكندري ستراكشر بقى. السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه، مين اللي عمل السكندري ستراكشر ده؟ بيقول لك على مين؟ واتسون. ومين؟ واتسون وكريك. قال لك بروبوزد افترضوا ان الاستراكشر بتاع الدي ان ايه بيكون في الشكل اللي اسمه دبل هيليكس، اللي هو اللولب ايه، اللولب المزدوج او الحلزون المزدوج. والشكل اللي هو الحلزون المزدوج ده النظريه اللي احنا بنسميها الدي فورم. قلت انا عندي 3 اشكال اصلا للسكندر ستراكشر، في اللي هم الباز، دكتور ايمن الباز بتاع واتسون وكريك اللي احنا بنشرح فيه كتير ده، ده اللي هو البي، ده البي فورم. بقول لك ده يعني الكومن، ده الحاجه الطبيعيه والحاجه اللي احنا كلنا يعني متعرفين عليها. خصائص السكندر ستراكشر يلا قلت لك هتعرفهم في كذا كلمه حفظتهم لك بالعربي، تيجي في الامتحان بالعربي كده هتقول الشريطين عكس بعض، 2 مكملين على بعض، رقم 3 بيلفهم على بعض. طيب رقم اول حاجه، خد الجمله رقم 2 ده، اول حاجه بيقول لك الشريطين التو ستراند انتي بارلل. طيب معناها ايه؟ معناها بيقول لك زي ران ان اوبوزيت دايركشن، بيجروا في اتجاهين مختلفين، واحد بيجري من نهايه 5 شرطه لـ3 شرطه يبقى التاني بيجري في العكس اللي هي 3 شرطه 5 شرطه. طيب كومبلمنتري بيس بيرنج يعني مكملين لبعض، قلنا اللي انا عندي القواعد النيتروجينيه بتمسك في بعض بهيدروجين بوند، الادينين يمسك في الصيمين باتنين هيدروجين بوند، والجوانين يمسك في السيتوزين بـ3 هيدروجين بوند. جميل. بعد كده اخر جمله اللي هي اللي فوق ديت تقول له ان انا عندي الاتنين الانتي بارلل دهم بيكونوا لي رايت هاندل هيليكس، يعني بيكونوا لي اللي هو اللولب اللي هو الحلزون يعني الهيليكس، وبيبقوا لافين على بعض من جهه اليمين اللي انا بسميها ايه رايت هاند. يبقى ده شباب بكل بساطه اللي هو السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. الحصه الجايه باذن الله هنشرح فيها كل الار ان ايه ستراكشر، هنعرف ان الار ان ايه ستراكشر ده عندي 4 انواع من الار ان ايه، هناخدهم كلهم ان شاء الله الحصه الجايه، وفي الاخر بناخد مقارنه ما بين الار ان ايه والدي ان ايه. وشكرا جدا يا جماعه.